لو خرجت مش هترجع تاني وما لكش حاجة عندنا. ليه الكلام ده عم حكيم؟ ده كلام أبوك. كلمه انت أخي، قول له إن الكلام ده مش صح، ولا أنت شايف إن الكلام ده جاي على هواك؟ هو اللي اختار، هو اللي اختار. وأنا كنت أعمل إيه؟ أكسر كلام أبوي عشان يعمل معاي زي ما عمل معاه؟ هو اللي اختار طريقه، أنا ليش دخل؟ أنا كل اللي عملته اللي نفذت وصية أبوي. إيه يا عبد الحكيم؟ سايب العزا وقاعد لوحدك ليه؟ سيبيني في اللي أنا فيها فوزية. لا مش هسيبك. هسيبك كيف وانت في الحالة دي؟ ده احنا ما بقلناش غيرك دلوك. قول لي يا اخويا، ايه اللي في راسك؟ فوزية، هو انا ظلمت عبد الله؟ ظلمته؟ ظلمته كيف؟ هو انت كان في يدك حاجة؟ هو في حد فينا كان يقدر يوقف قدام ابوك ولا يقول له كلمة؟ ولا يقول له حتى تلت التلاتة كام؟ وبعدين عبد الله هو اللي اختار. ودي الزمن أكد ها إن أبوك كان عنده حق وكان عارف كل واحد آخره فين. والبعيدة هي ما جاتش بيت جوزها تاخد العزا ويا الحريم، لا راحت قعدت في بيت أخوها. عايزة البلد تاكل وشنا، عايزة البلد تقول إن الزعلة اللي بينك وبين عبد الله كانت هي السبب في موته. طول الوقت اللي فات وانا بقول لنفسي كده، بس في حاجات مش مريحاني بتخلي قلبي ينغص علي وعقلي يودي ويجيب. لكن ارجع اقول دي وصيه ابوك وصاك بيها، لكن مرضك اخوك وملكش غيره. عارفة وانا بدفن قلت هذا عبد الحكيم في يوم من الايام هتبقى مكانه، ربنا هيحاسبني على اللي انا عملته واللي انت عملتيه. انا مالي يا اخوي؟ أنا مش قصدي عبد الحكيم، بس أنا يا أخويا ما بعرفش في الحاجات دي، ما فهمش فيها. الحاجات دي بتاعتك أنت، وبعدين وصية أبوك سيف على رقبتك ولازم تعمل بيها لآخر العمر. أيوة أمال.